الأمسية مناسبتها هي عيد مؤسسي الكرسي الإنطاكي للقديسين بطرس وبولس، لهيك نحن حبينا بهي الأمسية نسلط الضوء أكثر شيء على أعلام موسيقيين مهمين مروا على تاريخ كنيستنا، منهم متري المر، منهم مطران أبيفانيوس، منهم مطران أثناوسيوس عطا الله وغيرهم. تقريبا لنا بحدود 3 شهور التحضيرات مستمرة. اليوم الحضور بالكنيسة، وفي عنا حضور رسمي وأكيد في عنا حضور شعبي كتير مهم. القطع كمان في قطع على طابع كنسي، في قطع على طابع شعبي. الحان اللي تم اختيارها بهاي الأمسية هي إلى خصوصية بتتعلق بالتراث الانطاقي الديني والشعبي، يعني فرح نلاحظ انه في شوي اختلاف عن باقي الامسيات، طابع شرقي اكثر. حاولنا يكون الالحان طبعا موزعه توزيع اوركسترالي بيناسب الاوركسترا ضمن العمل. الفكره اللي طرقت وصارت جديده بانه اليوم دخول الموسيقى الاليه على الموسيقى البيزنطيه.